رضوى طلعتي لي خلايا، انا مو معقول. انت بتعرفي هذا الرجال ما عم طيقه، ما عم طيق العقل اللي بيمشي عليا، وحضرتك قاعد عم تطقي حنك معه. ان شاء الله بتقبرني، لساتك بتغار علي؟ لسا بتقلي بتغار؟ اختك وما في مين يشكمها، دايره على هوا شعرها مثل ما بدها، بس انا وراكي جوزك مثل ما بدنا نحكي هلا، نكبر بالحكي. طول بالك، والله ما بدك كل هالعصبية، يعني الزلمة رفيق أخي وجايب لنا أرباح المصاري اللي عم يشغل لنا إياها، شو فيها؟ بعدين لا تنسى والله أنت حكيته بنشافة كثير. بنشافة؟ شو بدك يعني أحكي معه؟ بسألك أنا، هاي مصاري ملوتة ما بدي عليها أنا. لا يا رؤوف، والله حرام عليك هالحكي. حرام علي؟ دخل المصاري ملوتة لبيتي، ما بتعرفي أموال تهريب؟ رايح أنا عندي شغل. بعدين نضال. شو الأخبار؟ أبداً، هلا حاطت إيدك لولا رفقت هلا عم منصور كانت حياتي كلها مات. لا طول بالك، لازم تكون قوي. ها تذكرت بزيك، هذا المبلغ طلع من التشغيل. وصلت الباقي للنهال؟ لا والله لسه، كأنه انتقلت من عند أخوها. شو يعني انتقلت؟ لوين؟ ما بعرف، سألت أمال قالت لي انتقلت، وفعلا لما رحت لعند أخوها على البيت ما لقيتها. يا عم وبنتي؟ كمال خلص بقى هدي، إلا ما نلاقيها، وعد مني. إن شاء الله. وأمل ورضوى أعطيته؟ أمل قبضت مش الحال. ورضوى؟ بصراحة رؤوف ما خلاها. شو هالحكي؟ شو دخله هو؟ احكي. يا كمال، أنت بتعرفه لرؤوف من طول عمره هيك. طيب ضايقك بشي هو؟ هلا ضايقني؟ لا ما ضايقني، بس حكى بطريقة كثير غليظة قدام باب البيت. ليش شو حكى؟ بصراحة أمل متضايقة منه، لأنه رؤوف خبرها لأمك إنه أنت أخذت مؤبد. طيب ما هي الحقيقة. بس المشكلة إنه دج يا هدج، أمت ما تحملت الخبر. ماشي أخي ماشي. بتقول له لرؤوف كمان بده إياك، بده يجي بأي شكل لعندي.